مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل اللي بيتابعونا. يوم جديد وحلقه جديده، والسادسه، وبالتاكيد على مدار الحلقه هنروح للنيجر نتعرف على اخر اخبار فرقتنا. بس خلينا نقول ان النسخه السنه دي غير، والبدايه صحيح ان النادي الاهلي في كل بطوله بيلعبها وخصوصا في دوري الابطال بيكون احد الفرق المرشحه، ان لم يكن المرشح الاول للفوز بالبطوله، لكن السنه دي انت بتلعب بصفتك البطل، ودي بتفرق كتير جدا، واعتقد بتخلق او بتزود دوافع جديده عند اللاعبين، بالاضافه كمان لانه في عدد كبير من اللعيبه اللي موجوده في فرقه النادي الاهلي، وخصوصا بعد الصفقات الجديده وبعد العوده من الاعارات، ما حققوش البطوله قبل كده. كونك انك تخوض البطوله دي مع فريق حامل لقب اعتقد بيمثل دافع كمان ليك عشان تحقق بطوله جديده. كل التوفيق للاهلي في بدايه مشواره اللي ما اعتقدش ان هو هيكون سهل على الاطلاق، واعتقد ان المنافسه السنه دي ممكن تكون اصعب بكتير من المنافسات اللي خاضها النادي الاهلي في الموسم الاخير، لكن ان شاء الله باذن الله رهاننا على رجالتنا كبير جدا.